السنة الجاية جديد. شكرا. نرحب كثيرا بالاستاذ الصحفي والشاعر بصحيفه الدار الاستاذ سراج النعيم. اهلا بك حضورا بيننا في هذه المساء الجميل. نرحب بكل الحضور الكريم ونحييكم اجمل تحيه، ونستريح قليلا ونواصل مع الاستاذ جمال فرفور. نرحب كثيرا بالاستاذ عاطف حسن الياس مدير قناة الشروق، ونحيي أيضا قناة الشروق وهي تنقل دوما كل أمسية سبت فعاليات منتدى اتحاد الغناء الشعبي عبر ذلك البرنامج الرائع ليالي الحقيبة. لهم التحية ولكل التيم العامل، شكرا. اهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه الاستثنائيه الجميله من داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، ونحن ننقل هذه الليله عبر الهواء مباشره عبر شاشه الشروق الفضائيه. سعداء جدا ان نلتقي باحدى الشباب الكتاب اللي كتبوا عبر الصحافه الفنيه الاستاذ الصحفي سراج النعيم. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير عليك. مرحبا بك ومرحب بعوده قناه الشروق للفضاء، ومرحبا بك. مرحبا. اهلا بك استاذ سراج. اهلا، اليوم نحن داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان ودعم اغنيات الشباب والشباب اللي بيغنوا في الاتحاد، دعمهم لاتحاد الغناء الشعبي. انت في وجهه نظرك فنيا اتحاد الغناء الشعبي مسيرته الطويله اللي عايزينها تمتد. هو الفعاليه جميله، وكون انه الناس تتكاتف عشان تدعم هذا الصرح وتدعم مسيرة الأغنية الشعبية شيء الناس مفروض كلها تقف معه، خاصة أنه الاتحاد يعني بيقف على رأسه فنان هرم هو الفنان كمال ترباس، وبإذن الله يعني كمال قادر على أنه يقود الدفة للأمام ويمضي بالاتحاد إلى فضاءات أرحب إن شاء الله. أستاذ سراج، بما أنك صحفي فني نظرتك ورؤيتك مختلفة، الشباب اليوم أصبحوا مختلفين في انتقاء الكلمة، في التعبير، في تمسكهم بالأغنيات الحقيبة والغناء الشعبي تحديدا. هو هي البذور في الساحة الآن من غناء
يعني هو ممكن البعض منه يوصف بأنه هو غناء ركيك ويحتاج إلى من يغني تلك المفردات إلى نقودهم إلى 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 بر الأمان. يعني لو غنوا حقيبة وغنوا غنى مسموع للفنانين هو بيكون أفضل، يعني لما يجوا الاتحادين هم بيكون أفضل. لكن يعني أنا ذاتي بدعو الاتحادات بصورة عامة، إذا كان اتحاد الفنانين أو اتحاد فن الغناء الشعبي أو أي دور من الدور الأخرى المتعلقة بالثقافة والفنون، إنها تدعو الشباب لأنه ينضموا لها عشان يحصل تقويم لمسيرتهم من خلال تجاربهم. يعني فهم فاقدين الدليل بالمناسبة، أنا بقول فاقدين الدليل. الاتحاد ممكن يكون مدرسة لبعض الفنانين الجداد، يعني مثلا هو ممكن يكون مش مدرسة، هو ممكن يعني يقود لهم مسيرتهم في الاتجاه الصحيح، يعني اختيار المفردات الجيدة، اختيار الألحان، طريقة الأداء. فحتى في اتحادات فيها يعني فيها 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 فصول بتدرس الموسيقى. انت ذاتك كفنان تعرف انت ذاتك المفروض تغني وين، سلالمك شنو، تعرف تكون ملم. طالما ده مجال انت اخترته لك كمهنه، يبقى بعد ده انت يا اخي اعرف اساسيات المهنه بتاعتك، تغني وين، تعرف سلالمك، طريقه الاختيار للغنى، الالحان ذاتها. يعني نحن نشوف استاذ سراج الدين ونغدو الفني للشباب، وشنو في الوسط الفني انت حاسبه محتاج وقفه ومحتاج تغيير كليا؟ شكل الغنى الدائر الان في الساحه هو غنى يعني بالجد بيحتاج لتغيير، وبيحتاج انه الناس تقيف عنده وقفه طويله، يعني لانه هو يعني غنى إن شئتي أنا قاعد أقول عليه ركيك، لكن وإن شئنا ممكن نقول إنه هو هابط بمعنى الكلمة. بعد ذاك حتى المفردات اللي بيتم اختيارها هي مفردات لفت النظر، يعني الفنان بيزعى لأنه يختار مفردات محددة داخل الشهرة مثلا. هو بحث عن الشهرة وبحث عن الحفلات بشكل غير سليم. أصبح ده السائد من خلال الحفلات اللي احنا بنشوفها الخاصة. وبعدين يعني غير كده هو بيزعو يعني للتنافس في شيء هو أنا بعتبره يعني سيء على الساحة وسالب، ومحتاج لوقفة من مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية. هو معني بضبط الساحة الآن، يعني دي رسالة نحن بنعتبرها منك لكل الفنانين عبر اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. شاكرين ومقدرين لإطلالتك عبر الشروق الآن مباشر في هذه الأمسية. الله يبارك فيك وشكرا لكم إن شاء الله. شكرا. نتواصل معكم من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وتتواصل ليلتنا الساهرة والساحرة مع نجم الشباك ونجم الشباب الأول الشاب جمال فرفور، أو كما يحلو لكل محبيه بمناداته بالملك. فأهلا بالملك في هذه الأمسية، وتتواصل استضافاتنا عبر شاشة الشروق الفضائية. أيضا سعيدة أن يكون بمعيتي ضيف عزيز، أهلا وسهلا بك حبابي. دعني أتعرف بك وتفضل. طيب على يميني أستاذ الطيب، ازيك؟ مرحبا حبابي، كيف حالك؟ حالك إن شاء الله طيبة. منور اليوم اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، كلمنا عن مشاركتك اليوم. والله أنا الحقيقة يعني مو ما ابتعدت من اتحاد الغناء الشعبي، ولكن ظروف العمل وظروف الأسرة والناي، لكن الحياة الكبيرة من ضرب لها الأساس الكبار والأمين البنا وكمال ترباس والقلع، فقالوا عنه مشاركه في وفيها جمال فرفور وإيمان شريف. فنحن طبعا الناس المؤسسين ديل بنجم ونشارك، طبعا بنضرب الاقوان هنا، وطبعا الاتحاد ونحن من الناس اللي علمونا هم قاعدين فينا الاستاذ عبد الغني عبد الله، وفي ناس طبعا لسه ما جو. لكن انت الان عضو في الاتحاد. عضو في الاتحاد. عضو. جميل. من خلال وجودك في الاتحاد وكعضو، شنو المحتاج له الاتحاد عشان ما يرجع لسيرته الاولى اتحاد الغناء الشعبي؟ والله اتحاد الغناء الشعبي محتاج لحاجات كثيرة جدا. محتاج التوحد بيناتهم هم ذاتهم. فهم تنافر بيبغات مع بعض، ده الاخر ما ده، اذا نحن الاخر ما قبل الثاني ما بنقدر نمشي لقدام. والثقافه زي ما انت شفتها يا استاذه، يعني اذا الناس الامم بتتطور بثقافتها.
واذا ما تطورنا احنا بثقافاتنا وبفننا وبتراثنا وتوحدنا ما بنتطور لقدام. وكل دول دار منصب، لكن احنا في النهايه احنا نتوحد كلنا مع بعض، ونتمنى من الادارات الجايه والناس ينتخبوا الدور. ما في ما لا لا ما في الشباب ده نحن ما نديهم حقهم يا معنا. مشاركات الشباب اللي موجود الان في الاتحاد ده دعم كبير ممكن يكون وقفه للاتحاد. والله يا هم في شباب كويسين وما في ما ما, ما, ما لكن الشباب لازم تكون عنده ثقافه. يعني راس ست زي الكوره مثلا، الكوره ده بتكره ما 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 ما, ما, ما مثقفين. ونحن ناس في ناس جامعين، احنا غنيين وماسكين ادارات، وانا زي انا في الشرطه موسيقي في الشرطه وفي ناس كثير، لكن هو بيتكلم عن الكورس هو بيسموه، نحن ما غير نقول لك انت بيقولوا يسموه الشيالين، لكن هو قراءته ورا ثقافته ورا ما عارف الناس ما بيعرفوا عنه حاجه. هو بيكون حافظ وعارف، هو اللي بيشيل الفنان، هو لو حصل اي حاجه الفنان بيكون حاضر. هو اللي بيدرك، وهو انت لو حاسس انا اول مره هنا في المسرح ده اغني مع 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 مع, مع الشريف دي، هي طبعا بيت وصلت عبرت صح؟ فانا اذا كان ما كنت حابب اغني معاه كيف؟ لكن بخبرتي والناس اللي واقفين وراي ديل ومعاي ديل بخبرتهم بيغنوا، ما كلهم بيغنوا اساسا، لكن كمان هم الاتحاد ذاته ما يشيل الناس اللي تقاعدوا، ناس تقاعدوا في بيوتهم الفن لا يتقاعد. لا الفنان عطوه من تاني والفنان ما عنده معاش. صحيح. انا شغال في الشرطه. نعم. وانا من هذا المنبر احب اشكر الشرطه واحب اني اكون العميد فرح واسره اتحاد الشرطه النسويه، الشرطه النسويه كمان في السوق الشعبي وتخريج الدفع الجاي دي جمارك، وناي احميهم كلهم واغني الملازم عبد الحميد واغني كل الفرق النحاتيه كلهم بنهدي لهم الامسيه دي كلها، هدي لهم كلهم ديك ديك الصحه والعافيه. شكرا لك. اذا تتواصل امسيتنا من داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، ونحن نسعد بامسيه مختلفه، امسيه جميله مليئه بالطرب، وايضا كمان بعدد من الحضور اللي موجود معانا من محبي الغناء الشعبي وليالي الحقيبه. ويسمعنا الان ويطربنا بعد قليل الفنان جمال فرفور، لكن ارحب بضيفي ايضا كمان معي عبر الهواء مباشره. اتعرف عليك، اهلا وسهلا ومساء الخير عليك. مرحبا بك والله يا استاذه، كيف الحال؟ اسحاق ادريس. اهلا يا استاذ اسحاق، منور اليوم اتحاد الغناء الشعبي. منور بوجودكم يا اخ. ليالي مشاركتك من خلال الاتحاد. ليالي الحقيبه ليله، ويا لها من ليله كانت ليله ما منظوره، ما منظور مثيله، لكن مع ناس الشروق منظوره اكيد. نحن بلابيل وسماره، ونحن اهلته واغماره يعني. يا سلام يا الله يديك العافية أستاذة. الله يديك العافية، ووجودك ومشاركاتك من ليالي الحقيبة وإلمامك بها وحضورك وحرصك الدائم بحضور ليالي الحقيبة. أنا عضو مكتب تنفيذي يعني في الاتحاد. يا سلام. وعازف غاء يعني. وكل أعضاء اللي موجودين اليوم من خلال الاتحاد هم يد واحدة وكتلة واحدة في إنه الاتحاد يقف. نعم. ويكون حاضر ويكون مدرسة وقدوة لكل الفنانين. والله يا اخي نحن طبعا بنستقطب كل الشباب، وحقيقه يعني من هذه المنبر بنقول لكل الشباب يجونا، حتى لو في اي معلومه غايبه عنهم يجدوها عندنا نحن هنا. وقبل اليوم تكلمنا عن الشباب انه يعني يمسكوا المسيره دي. اتحاد فن الغناء الشعبي يعني ده ارث وموروث ثقافي ما سهل يعني. هل الاتحاد فاتح اشرعته لكل الشباب؟ كل الشباب، كل الشباب. نحن الان السيدي كل الشباب بنتمنى انه يجونا، واساس انه يكونوا يشاركوا معنا ويكونوا. يديك العافيه استاذه يا اخي. نتواصل مع كل الساده الحضور اللي بيتابعونا عبر الشروق مباشره الان من داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان وامسيه الطرب الجميله، وموعودين باغنيات. لكن خلوني ارحب بالشاب الجميل من داخل اتحاد الغناء الشعبي واتعرف على مشاركته وعلى وجوده اليوم من داخل الاتحاد. اهلا وسهلا بك، عرفنا عليك. السلام، احمد عبد الميد. اهلا يا احمد. احمد مشاركتك من خلال الاتحاد. والله يا اخي الاتحاد طبعا غنى جميل، و يعني اساس الغنى في السودان. بما يعني قمنا كده نحن صغار لقينا ابهاتنا بيسمعوا الغنى الشعبي والحقيبه، فيعني قمنا عليه وكده. فقمت بتغني وهسه لقيت نفسك قاعد تغني؟ اي اسنان ما بكون صغير ماشي الروضه بسمع الرادي، مشغلين حقيبه مشغلين شعبي بسمع، ومن ديك طوال لقيت نفسي انه الحاجه دي يعني انا لقيت نفسي فيها يعني. يا سلام. الحفظ كيف الحقيبه والغناء الشعبي؟ دائما حفظه ممكن يكون صعب لبعض الناس، كيف حفظته؟
لا والله بسمع الاستماع مع التواصل، الاغنيه انت بعد تحسها وتحبها يعني كده، تسمع كلماتها بالجد بتلقى نفسك حفظتها تتغير بالذات، وكنت تسمعها كحكايه كده يعني كقصه يحكوا عليك كقصه، يعني بتلقى نفسك انت حفظتها من دون ما تسمعها كويس يعني من خلال الحكايه كده. بس ترجع لأساتذة كبار بيصححوا لك أو يوروك شنو الصح وشنو الغلط الكلمات؟ أي ما هو أي زول كده، ما زول كامل كمان لله، أي حاجة بتغلبك بترجع لزول اللي أكبر منك، بتزاله بيشوف الحاضر شنو، بوضح لك بوريك بقول لك إنه دي كده كده بفهمك أي حاجة يعني. حنسمعك 200 في مسرح اتحاد الغناء شعب إن شاء الله قريب في المنتديات الجاية إن شاء الله يكون في مشاركة. نرحب بالأستاذة في المنتديات ترحيبا حارا بكل السادة المشاهدين اللي موجودين الآن عبر شاشة الشروق الفضائية، والآن استعداد للملك جمال فرفور، لكن خلوني أرحب بعمنا. أهلا وسهلا بك، مساء الخير عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عن مشاركتك وجودك اليوم في الاتحاد. والله يعني في الاتحاد الغناء الشعبي، أنا أول شيء رجل مؤسس اتحاد في الغناء الشعبي، وثانية أنا عضو لجنة تنفيذية الاتحاد الفنان الشعبي. انا نشدت الفنانين الشباب 8 سنين عشان يجونا في النادي عشان نحي النادي، لان يعني تراث ما لو لفيت العالم كله ما بتلقى زيه. نحن عايزين الشباب ده يجونا هنا، تعالوا في النادي، نحن لو اي حاجه ناقصه لو اي حاجه نحن نتم لهم من كل الاغاني، لانه تراثنا ده لو ما ينتج شباب البحيه منه. بركة فيكم انتم كمان، احنا شاكرين ومقدرين لو وجودك معانا اليوم. احنا نسمع وانا اهني من هني القناة الشروق لانها قناة حديثة للسرع. شكرا لك، شكرا جزيلا. اذا نواصل مع كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا عبر الشروق مباشرة الان، وندع الكلمة والغناء الجميل والتطريب العالي للملك جمال فرفور.